ونتحول في نشرتنا إلى أخبار المال والأعمال. تقدم لنا فاطمة خليل. شكرا نهيب حسين، شكرا آية كفوري، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021-2022 ارتفاعا بمعدل 1.6% لتسجل نحو 31 مليار و900 مليون دولار، كما شهدت الفترة من أبريل إلى يونيو 2022 ارتفاع تحويلات بمعدل 3% لتسجل نحو 8 مليارات و300 مليون دولار، وسجلت تحويلات شهر يونيو 2022 نحو 2.8 مليار دولار. أقرت الحكومة تخفيضاً على أسعار اللحوم البرازيلية المجمدة 3 مرات في المجمعات الاستهلاكية ليصل إجمالي التخفيضات إلى 18 جنيهاً على مدار شهر ونصف الشهر. يأتي هذا في حين تم طرح اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 72 جنيهاً للكيلوغرام، وذلك في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها نحو 1300 مجمع، وفي السيارات المتنقلة أيضاً في الميادين الرئيسة والشوارع ذات الكثافة السكانية العالية، بهدف خدمة المواطنين من خلال طرح اللحوم لهم بأسعار مخفضة تقل عن أسعار اللحوم في الأسواق بنسبة 30%. الأسعار، احنا طرحنا اللحوم السوداني ب 115 جنيه وده سعر يعني منافس جدا مقارنة بالقطاع الخاص. اللحمة المجمدة خفضنا سعرها 3 مرات، النهاردة طرحناها من 90 جنيه إلى 72 جنيه، 18 جنيه تخفيض في الكيلو، ولكن أطمن الناس أن انخفاض السعر ليس معناه انخفاض الجودة، بالعكس الجودة اللي موجودة لهذه اللحوم من أجود الأنواع، وهي لحوم برازيلي مجمدة نفس القطعية والكمية والنوع والمواصفات اللي كانت قبل العيد هي اللي موجودة، ولكن اللي حصل ان احنا عندنا كمية كبيرة منها، وبالتالي بنعمل بعض العروض الترويجية زي يعني الكثير من السلاسل التجارية اللي بتعمل عروض، وبالتالي بتشجع المواطن ان هو يحصل على كمية أكبر بنفس السعر أو سعر منخفض. أصبحنا النهاردة في كل المجمعات الثلاجات مليانة، ادينا كمان مشروع جمعيتي للشباب ان هم خدوا كميات ان هم برضه يوزعوها والسيارات المتناقله، فاصبحت النهارده متوفره والحمد لله، بالاضافه لان المخزون عندنا مخزون يعني الحمد لله يكفينا لست شهور قدام في ثلاجات الشركه المصريه للحوم. بالنسبه للارصدة عندنا اكثر من 500 طن شهريا موجودين، بس طبعا الساعه التخزينيه في المجمعات مش موجوده، انا عندي ثلاجات في ثلاجه السلام ساعتها 60 طن، وثلاجه سيد مكي برضه اكثر من 100 طن، فبنمد المجمعات يوميا، اللي بينقص منه بنمد يوميا بسيارات مبرده ولسادات استهلاك المواطنين يوميا. أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال أن المحافظة تسعى لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين. وخلال الاجتماع الذي عقده محافظ القاهرة لبحث المشاكل الخاصة بالمستثمرين والمناطق الصناعية، شدد المحافظ على ضرورة تحفيز المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة للعمل على جذب الاستثمار لتساهم في توفير المزيد من فرص العمل، مع مراجعة الخدمات المقدمة والبناء التحتية بالمناطق الصناعية والاستثمارية لرفع كفاءتها. في أسواق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي. تراجع رأس المال السوقي نحو 5 مليارات و300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 684 مليارا و967 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10246 نقطة متراجعا بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 10137 نقطة. فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2193 نقطة متراجعا بنسبة 26% ليغلق عند مستوى 2188 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3148 نقطة متراجعا بنسبة 56% ليغلق عند مستوى 3130 نقطة.
إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه و11 قرشا للشراء و19 جنيه و19 قرشا للبيع. أما بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 18 جنيه و98 قرشا للشراء و19 جنيه و6 قروش للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 22 جنيه و50 قرشا للشراء و22 جنيه و60 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5 جنيهات و20 قرشا للشراء و5 جنيهات و22 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5 جنيهات و9 قروش للشراء و5 جنيهات و11 قرشا للبيع. هبطت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بشكل حاد في يوليو، مع استمرار ارتفاع فوائد القروض العقارية وأسعار المساكن، وهو ما يقلص القدرة الشرائية. أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن مبيعات المنازل الجديدة هوت بنسبة 12.6% إلى معدل سنوي قدره نحو 511 ألف وحدة الشهر الماضي. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية.